اسكندرانية جوزها وش السعد عليها وقفت جنبه في محنته، ويوم ربنا فتح علي تقلها بالذهب، جاب لها عربية بورش بستة مليون جنيه. الجمهور افتكرها بنت عبد الباسط حمودة، وبيكا عمل لها مهرجان شمس المجرة مخصوص. عيد ميلادها كل سنة بيبقى أسطوري وبيستناه كل المصريين. طبعاً انت هنا عرفت احنا بنتكلم عن مين. أيوة، شمس المجرة، والباقي برا. هي شمس مرات حمو بيكا. يا ترى ايه حكايتها وليه مصر كلها بتتكلم عليها من امبارح؟ بص يا سيدي، امبارح حمو بيكا فاجئ الكل بعيد ميلاد ضخم لمراته شمس. جاب لها عربية بورش سعرها 6 مليون جنيه، وسط صدمة من مراته شمس واللي طبعاً ما كانتش مصدقة نهائي. وعلق حمو وسط الحضور وقال: مراتي كل حياتي. من وقتها تصدر بيكا ترند محركات البحث، وبدأوا يسألوا عن مين هي شمس اللي شقلبت حياة حمو بيكا، خليته في كل سنة يعمل لها عيد ميلاد أسطوري بيبقى حديث مصر كلها. بص يا سيدي، شمس دي مرات حمو بيكا، كانت جارته وبيحبها من أول ما شافها. المهم حمو عارفها في وقت ما كان مش لاقي الهوى، والدنيا معاه كانت صعبة جدا، لكن هي وقفت جنبه وساعدته في تعبه، علشان كده بيحبها جدا. دايما بيحاول يتقلها بالذهب ويجيب لها سبايك ذهب، وهنلاحظ ان في اي عيد ميلاد ليها لازم مصر كلها تتكلم عنها. المهم حمو بيكا بيحب شمس مراته جدا، عمل لها مهرجان اسمه شمس المجرة، واللي حقق ملايين المشاهدات في وقت قصير جدا. طلع حمو وقال انه عمل المهرجان ده لمراته علشان يشكرها على تعبها معاه، خاصة وقت ما كان مش لاقي ياكل. وبقى بيتعرض حمو بيكا من وقت لتاني لتريقة من الجمهور، مرة بسبب الهدايا اللي بيجيبها لمراته، واللي بيشوفها المتابعين انها مبالغ فيها زيادة عن اللزوم، وما ينفعش يعرض حياته الشخصية كده قدام الناس، لكن هو دايما بيطلع يدافع عنها ويعبر عن حبه ليها. مرة تانية بسبب طريقة حياته والصور اللي بينزلها على حساباته الشخصية وقت ما بيكون مثلا بيصيف، والغريبة ان في ناس بتتريق على جسمه وعلى تعب اللي عنده. كان تصدر اسم الفنان حمو بيكا ترند منصة السوشيال ميديا بعد نشره صور جديدة ليه عبر حسابه الخاص، وعلى بيكا وقال: هو أنا مش زي أي حد بيتصور وبينزل صورته هو في المصيف مع أصحابه ليه التريقة على بطني؟ أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه. التنمر على شكلي يا جماعة حرام، يا رب كل اللي بيتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللي عندي. أكتر من مرة بيطلع ويكلم عن التعب اللي عنده وإزاي بيحاول يتعالج ويصرف ملايين. ومراته تقريبا كتير كان فاكر إن شمس بنت عبد الباسط حمودة، لكن هو نفى الكلام ده وقال إنها ملهاش علاقة ابدا بيه. وفي النهايه قول لنا رايك في احتفاليه حمو بيكا بعيد ميلاد مراته، ويستاهل الهجوم عليها ولا لا؟